بعد بفوتوها برع وبزت وكنابل وكل شيء، بفوتوا على بيوت من الأسطح وبفجروا الأبواب، كثير بخافوا من البيوت. كيف الحياة بالمخيم صارت؟ صعبة، بعد ما خسرنا شهداء كثير صاروا كل ليلة يفوتوا ما يهتموش لحدا، ونخسر كل مرة شهيدين أو ثلاثة. الليلة وأنا نايم فاتوا ورا الدار عنا، أمي صحتني بتحكي لي هيجيش ورا الدار، حطوا سلم طلعوا على السطح عنا، لهم بينزلوا عنا على الغرفة وإحنا نايمين. بعدين دقوا على الباب، ستي أجدة تفتح لهم وبيحكي لها ابعدي من ورا الباب، فجروا الباب وفاتوا، طلعوا فتشوا الغرفة فوق وفتشوا تحت، بعدين فتشوا السطح وبعدين ردوا طلعوا. بعدين صاروا يتخطفوا من باب الزكا، واخذوا خالي وكمان واحد. كيف كانت هاي الليل؟ كيف مرقت عليك انت كطفل جوا البيت يعني كنت؟ مرعبه كثير. هاي زرت ان هاي مخيمنا وراح غصب عنا الاحتلال نضل فيها ومش راح نطلع منها لان هاي ارضنا، وقوات الاحتلال مش راح يخلونا نطلع من ارضنا وغصب عنهم راح نضل فيها. Thank you.